نيجي على الشريحة الرابعة. برضو الشريحة الرابعة لو جبنا المنظر اللي عندنا ده كده، اول ما هبص على المنظر ده خلاص سبوت دايجنوز هقول دي جويتر. لكن زي ما قلنا نفس القصة، بص على الشريحة كلها، المنظر ده جويتر، ما انا لازم اجيب لك منظر يقول لك ان الشريحة اللي تحت ايدك دي تايرويد، يبقى انا لازم اجيب تايرويد فوليكلز. لكن انا جايبه دي بس عشان اقول لك انت كطالب ان دي تايرويد، لكن مش هي دي الليجن. بصوا الليجن، احنا داخلين على الليجن اهو، ادي الليجن ابتدت تظهر البابيلي، الفاين فودز بابيلي بتاعه البابيلاري كارسينوما اوف ذا تايرويد تيبيكال. طبعا شريحه سهله جدا، هلاقي تايرويد تيشو وجنب تايرويد تيشو على طول هلاقي بابيلي مقطوعه ال اس او تي اس، فدي التيبيكال طبعا بيكتشر بتاع البابيلاري كارسينوما، بيبقوا سمول بابيلي ليهم فاين كورد من الكونكتيف تيشو وعامله برانشينج كومبلكس برانشينج. لو كبرنا بقى اهم حاجه اللايننج سيلز بتاعه البابيلي دي، بيبقى ليها كرايتيريا مهمه جدا، الكرايتيريا بتاعه النيوكلياي بتاعه اللايننج سيلز اوف البابيلي ان ذا بابيلاري كارسينوم. اوضح حاجه خالص في الكرايتيريا دي ان انا بلاقي النيوكلياي شكلها زي ما احنا شايفين مع بعض كده، كلير كلير نيوكلياي، اوبتيكالي كلير نيوكلياي، نحس النيوكلياي فاتحه خالص كانها بس نيوكليا ممبرين رسمها مرسومه بقلم ازرق كده، ونيوكلياي معظمها باينه كانها كلير خالص، باينه معايا في الصوره كليرنج اوف ذا نيوكلياي. حاجه ثانيه ان انا بلاقي النيوكلياي مكدسه اوفر كراودد، يعني ايه؟ ناطين فوق بعضيهم كده، اوفر كراودد نيوكلياي، مش كل واحد جنب التاني زي ما الفوليكلز او الفوليكلر سيلز بتبقى مرصوصه جنب بعضها، لا بيحصل اوفر كراودنج اوف ذا نيوكلياي. وبنلاقي ساعات كليفج في بعض النيوكلياي، بس الكليفج ده طبعا هيحتاج هاي باور ماجنيفيكيشن احيانا ان احنا نلاقي كليفج اوف ذا نيوكلياي. ثواني معانا الشريحه يظهر محطوطه على بعض، دقيقه واحده. ناخد تاني نبص كده مع بعض، ادي دي البابيلاري كارسينوما، وادي المنظر بتاع الكليرنج اوف ذا سيلز. احيانا نلاقي زي ما قلنا كده كليفج اوف ذا نيوكلياي، تبقى عامله بالظبط زي بنقول زي حبه القهوه، كافي بين نيوكلياي، عامله زي حبه القهوه، نلاقي زي كده في خط كده مرسوم في قلب بعض النيوكلياي زي كده وكده، يبقى عامله بالظبط زي حبه القهوه. يبقى اهم كرايتيريا في البابيلاري كارسينوما نيوكلياي ان احنا اهم حاجه ان هي اوبتيكالي كلير نيوكلياي، وبعد كده ان انا احيانا الاقيها فيها الكليفج ده في النيوكلياس، او اللي هو اندنتيشن في النيوكلياس مسميها كوفي بين نيوكلياي، بالاضافه ان هي بتبقى اوفر كراودد. احيانا بقى نلاقي جوه، بس مش كومن، جوه النيوكلياي نفسها حاجات حمراء كده مسميها انكلوجن بوديز وذين ذا نيوكليا. مش مهم علينا كطلبة ان احنا ندور على inclusion body، بس يا ريت ان احنا نكتبها في الكرايتيريا بتاعة النيوكلير، كرايتيريا بتاعة الثيرويد كارسين. خلاص كده يا جماعة، يبقى هنا الشريحة من الاول كده تاني، انا لقيت ايه؟ لقيت جويتر او لقيت ثيرويد تيشو، وبعدين لقيت بابيلاري فورميشن، ولما كبرت على البابيلي دي لقيتها بالفعل التيبيكال بابيلي بتاعة الثيرويد كارسينوما والاوبتيكالي كلير نيوكلياي والكوفي بين اندنتيشن اللي موجوده مع اوفر كراودنج واحيانا انكلوجن بودز. يبقى احنا كده خلصنا ان شاء الله الاربع شرايح اللي عندنا بتاعه الاندوكراين باثولوجي. السلام عليكم.